يعني خدمت في الطوبيس، يعني خدمت في الطوبيس. اللي كيخدم في الطوبيس غير راجل وما يقدرش عليها. وكنت كنخدم من 3 ونص الصباح، ما كان جيت 9 الليل. يعني كان كيرضي عليا صباح وعشية. يعوضهم حتى شي واحد، غير داك الرضا، شي داك الرضا كيمشي معاك حياتك كاملة. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند أخت حنان. حنان القصة ديالها قصة صعبة وفيها تضحيات وفيها تحدي. حنان قربت 50 سنة، ضحات بالغالي والنفيس من أجل الوالدين ديالها ومن أجل خوها أختها. ما تزوجتش، ما عندهاش وليدات. أصعب مهنة كانت فيها هي كنترول في الطوبيس، مراقبة في حافلة. من أصعب الأشياء، كتفيق مع 3 الصباح. تبعوا معايا حنان. حنان هتعودي القصة ديالك من الأول. ضحيتي بكل شيء من أجل والديك، ما عندكش اللي غيقابلهم من غيرك. انت الاخت الكبيره في خوتك، عاودي لي. انا هي الاخت الكبيره، عندي خويا وعندي اختي. اول حاجه يعني خدمت في الطوبيس، يعني خدمت في الطوبيس. اللي كيخدم في الطوبيس غير راجل وما يقدرش عليها. كنوض في 3 ونص ديال الصباح، كنمشي كنخدم، ما كنجي. يعني كنت كانا كنخدم مضوبله، الناس كيخدموا نص النهار، انا كنضوبل باش نوفر الوالديه شي حوايج اللي اي وحده غتوفر الوالدة اللي ما عندهمش. وكنت كنخدم من 3 ونص الصباح، ما كان جيت حتى 9 الليل باش تضاعف ليا الخلصه ديالي. يعني خويا كان باقي صغير، اختي حتى هي كذلك، رغم كانت مجوجه كان عندها ظروف وداك الشيء. يعني كنت انا متحمله كل شيء، كنت كنخدم كنتقاتل من اجل يعني العائله ديالي الصغيره. يعني ماشي ما جاونيش الناس باش نتزوج، جاو الناس، ولكني انا كنت كنقلب على رضات الوالدين. كنشوف والديا محتاجين ليا وانا نمشي نتزوج ونخلي والديا. يعني هنا كانت عندي واحد الفكره، خاصني دارنا محتاجين ما نتزوجش، نسمحت فراسي باش نوفر لوالديا داك الشيء كامل اللي ما اللي خويا صغير ربما هو راجل في الدار غي يوفروا لينا. باقي صغير خاصني انا نوفر ليه. كنت انا هي الراجل في الدار، يعني نتقدى نشرين، واخا الوالدة ما تيقولوش لك راه خاص، وليني انا كنشوف. يعني انا خصني نتقدى، خصني نجيب، خصني، واي حاجه كتكون قولوا الحنان، قولوا الحنان، قولوا الحنان. يعني عادي ولفتها، وليت انا الراجل في الدار. اي حاجه خاصتهم تيقولوا لي جي، غير كيلمحوا لي حتى داك باش تجيبي كتجي مشويه. وكنت انا كنرغب، يعني اي حاجه بغاوها كنت كنلب بيها. اليوم شحال دوزتي في الطوبيس؟ خويا شي 14 عام وانا في الطوبيس. 14 عام تيقولها غير الفم، 14 عام وانا نوض في 3 ونص ديال الصباح وما نجي حتى 9 العشيه. خدمتي كونترول على التيكيت، تشوفوا شكون اللي عنده واللي ما عندوش، كاين فيه المشاكل. كنت خدامه في الطريق. يعني تصور انت اللي بنت كتوقف على واحد 13 الورقه، كيفاش تحس نتايا؟ ومع ذلك كنت كان علاش، حيت كانت عندي واحد الاراده ديال الخدمه، باغا نخدم باش نصور طرف ديال الخبز كنعرق عليه، ماشي من داك النوع اللي انا خدامه وصافي داروني مراقبه ما نمشي نسلت. لا، كنت كنخدم انا بألف راجل، كنخدم مراقبه من كنت في الطريق، حيدوني من الطريق داروني في التيرمينيس، وليت كنخدم مراقبه. يعني كان مول الشركه كان كيقول لي ما تبقايش جالسه في التيرمينيس، غتركبي في الطوبيس وغتمشي مع الطريق وتراقبي وترجعي مع طوبيس اخر وفي التيرمينيس. يعني غاده جايه مع الطوبيس، وكنت كنراقب وخدامه. هاد القضيه ديال انك تراقبي انت التذاكر، ماشي كلشي خايبين، كاين اللي مسكين نسى، كاين اللي باقي شاب باقي كيقرا، وانت كضحيتي من اجل والديك ومن اجل خوك واختك. هذوك كاين الناس لقيتي فيهم خوك واختك ما مخلصش، ولا نسى، ولا مسكين طاحت ليه الورقه، ولا طاحت ليه الفلوس. هاد الامور كتحسي بدوك الناس، كيفاش كتلقي راسك معاهم؟
كنت كنحس الا كان بنادم كيهضر معايا بواحد الطريقه اللي غيبقى فيا، الا كان كيهضر بواحد الطريقه عنفيه ولا طريقه بواحد استهزاء كيستهزأ منك انت، ما نظنش انا نخليه، ولاني كنبقى معاه دقه دقه، خصني نعرف واش الورقه طاحت لي واش كنبقى معاه دقه دقه، يعني كنحاول حتى انا حيت هذيك الخدمه شويه متعرضه لبزاف ديال الحوايج، يعني شمكاري ضربك يشرط لك وجهك يدير لك بزاف الحوايج والحمد لله، ولكن كنت كنعرف كيفاش كنتعامل معاهم، يعني كنشوف الهضره من خلال الهضره شنو، واش مشات لك الورقه خصني نجبد منو شنو طرالي، حيت الكذاب غتحصلو، كنبقى معاه دقه 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 حتى لدرجه يقول لك بسطامي مشى ليا، مرات الاخرى كنقدر نخرج كان كيف كنقولوا كيبقى فيا انا، واخا تشوفني ربما قاصحه في خدمتي وفي هضرتي وفي هذا، ولكن الداخل ديالي حنين لاقصى درجه كيبقى فيا الانسان. انا غنطرق معك في موضوع الثاني من هذه الحانه اللي ختمتي به، غادي نقول لك توفى الاب ديالك شي 3 سنين دابا، وتغيرت لك الدنيا لما هو أسوأ. كيفاش؟ توفى الوالد ديالي، ما مرض مات حتى شي حاجة، هي اللي صحت يلاه شريت لي يلاه، تصور قرب العيد الصغير مات 10 أيام من الاخر رمضان، ويلاه شريت لي جوج عقيات، شريت لي يعني داك شت العيد وشريت لهم ليه وعطيتهم للوالدة، كنت ما كنقدرش من داك النوع اللي حنينة، ما كنقدرش نعطي لبا ونقول لي هاكا، كنعطي لما كتعطيه، كتجيني لدرجات كيبقى يرضي عليا ويبقى يقول لي مسامحه، مرت الاخرى قرب يموت كان ديما كيقول لي بنتي مسامحه، يعني انا خارجه وكيقول لي مسامحه وانا كتجيني البكيه، كنقول علاش كيقول لي مسامحه اذا ما غاديش تشوفه، وخلى واحد الفراغ كبير بزاف، يعني كان كيرضي عليا صباح وعشيه، الوالدين ما يعوضهم حتى شي واحد، غير داك الرضا، شي داك الرضا كيمشي معاك حياتك كامله، يرضي عليا صباح وعشيه ويقول لي المسامحه بنتي وسيري الله يرضي عليك والله ينقي طريقك من الشوك، والحمد لله داك رضات الوالدين، مادام انا كنفيق في 3 ونزي الصباح وما ما كيتعرض ليا حتى واحد وما كيتذكريساش، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل رضات الوالدين. الله يرحمه مسكين، ما عمرو قال لك، ما عمرو كان كي يحاول يزير معك شويه ويقول لك تزوجي ديري انت وليدات يكونوا الخلفاء وانت مقرر باش خرجتي؟ لا، واحد النوبه شي صاحب مهم شي ولده ولا ما عرفت شنو، وجا تفاهم مع السيد وعلى اساس غيجي، وقال لك المهم قالها غير لما قالها راه غادي يجي حكاها، وانايا يعني بغيت نشوفها وليداتها ومجوجاها، جاب لي واحد قال لك بغى يتزوج، انا رفضت هذاك الزواج، رفضته بواحد الطريقه ما نقولش لك، قالت لي امي قلت له تقول واش نتزوج، قال نتوما باقيين محتاجين ليا، باقيين ما دقتوش مني ولو غير شويه داكشي اللي درتوه علينا، يعني والديا تا هما تمحنوا، ما شاء نقول لك لاباس عليهم، فقراء ما نقولش لك، الحمد لله الحمد لله والشكر لله، يعني انا كنشوف دار ما في حالهم، خصني نخدم خصني نعوض لهم ولو غير شويه. هنا كان عندك عامل الخوف، كتقولي لا تزوج ذات وليدات غادي نتلاها معاهم وغادي يولي عندي اهمال الوالدين، صحيح؟ اكيد، يعني كنت تزوج ما كنتش غادي نديها في والديا، ما كنتش غادي نتهلا فيهم قد ملي كتكون انت حداهم وحاس بهم، ما يعني هذا هو اللي خلاني ما نتزوجش، ماشي ما تزوجش راه بقات كيف كيقولوا، كيقولوها الناس دابا بايره ما تزوجش، لا ما خاصني حتى حاجة، ودابا لحد الآن عادي خدامة واكلة شاربة، ولأني ديك حنا ما كرهناش نديرو وليداتنا ونتستروا هذه حاجة، ولأني والدي هما الأولين، يعني داك الشيء نقدر أنايا نستدركم من هنا لقدام، ولأني الوالدين ما غتلقاهمش، مازال ما تلقاهمش، بقات لي دابا مهمتي هي الوحيدة اللي باقي باقي كنتسنى الرضا ديالها وكندحي معايا صباح وشي، هادشي اللي غنقول لك. هذا السؤال اللي غنعطيك فيه التعبير المجازي، انا اناقش من حنا الحنينه وانا حنا اللي هي عصاميه في الطوبيس في الخدمه، اناقش من اناقش الحنان ولا اناقش ما هو عملي ومهني وظروف فرضها عليك الوقت،
بجوج هضرتي معايا في المحنة هتلقاني حداك نوقف جنبك نعاونك، واخا انا ما عندي داكشي اللي قسم الله نعاونك به باي طريقه باي ربي باش سخاني غير واحد القليل وربي كنعطي باش ربي كيعطيني. هذه من الناحيه الاولى. اما من الناحيه الخدمه انا صارمه في خدمتي، عندي نيشان، كنبغي كلشي كلشي يخدم كلشي، فهمتي؟ كنبغي خدمتي تكون متقونه، حيت الناس اللي حطوك في ديك البلاصه خاصك تقن الخدمه ديالك، مادام حطوك في ديك البلاصه والا عرفوك قاده بديك الخدمه. من بعد 14 عام ديال الطوبيس خرجتي منه، شنو اللي غير لك المسار؟ ما قدرتيش عليه ولا لقيتي شي حاجه اللي احسن؟ 14 عام ليست بالامر هين، دوزتيها كلها في تماره في الطوبيس والمسؤوليه. هذا عنده الورقة، هذا هارب، الإجراءات القانونية، يتحالوا للدوائر الأمنية، حنا تنعرفوا هذا البوليس دخل هنا دخل هنا، سي الكوميسارية، الجوندارم، سير، يعني لقينا وما عمرنا حنا طحنا في ذاك الكوميسارية الجوندارم، عمرنا طحنا فيه، يعني بنت داركم ما كتخرجي ما والو، قدرات الأقدار باش تخدم في الطوبيس تتولي تمشي للجوندارم البوليس، هذا يعني واحد التخوف ما نقولش لك. ديك البنت الصريمه اللي كانت في الطوبيس كنمشي للكوميساريه كنولي حنان الحنينه، تنقول وصحاب ليا هذا الشيء كامل، يعني ما كانش نوصل لهذا الشيء، ما نوصلش لهذا. قبل ما نرجع لهذا السؤال اللي قلت غادي نعاود نخليه ونعطيك سؤال اخر في الجوهر في هذا الكلام اللي قلتي له. اعطيني شي نهار اللي دخل معك الخوف، لقيتي راسك مهدده صافي وقلتي ما نقدرش نخدم مازال في الطوبيس. مهددة كل نوبة كان كيف قلت لك كنفيق في 3 ديال الصباح، واحد النوبة مشى عليا ترونسبور، مشى عليا ترونسبور واقفة كنتسنى، مشى عليا ترونسبور خاصني نلحق قبل ترونسبور خاصني ندخل طاكسي في طاكسي، المهم خاصني. وفين كانت عندي الخدمة؟ كانت عندي في تمارة، من سلة لتمارة، شوف شحال ديال الوقت وشحال ديال. مشى عليا الحال، اضطريت باش نشد، خاصني نشد طاكسي. مي شديت الطاكسي، قبل ما نشد الطاكسي كان وقف، يعني راك عارف 3 الصباح شكون غيوقف لك؟ ما عارفينك واش خدامه ولا فين كنتي، وانت راه مشبوه في ديك الوقيته، ما مشبوهه، ما كاينش خدامه في الطوبيس مشبوهه. طار بقيت واقفه، جا وقف علي واحد السيد بواحد الجنويه ما نقولش لك، ما نقولش لك، وهز صاكي وهز. هادشي في سلا، هادشي في سلا، هز بارطاج ديالي ما فيه والو، زعما تقول عندي تليفون والباج الخدمه وبارطاج ديال الماكله، يعني هزاه لا غير. جا وقف عليا، دار فيا ما كريسانيش، تصور ذات الوالدين ما كريسانيش، ها السطور قد قداش، جا وقف عليا ودار فيا، ها بقى يشوف فيا، قال لي خدامه في الطوبيس، زاد وخلاني. انا بقيت هكا تنشير الطاكسيات الطاكسيات الطاكسي، تصور شيرت ليه مرت الاولى ما وقفش ليا، والطاكسي مشى ضرب واحد المسافه في ديك الوقيته اللي وقف عليا السيد، ضرب واحد المسافه ورجع عندي مون طاكسي وهزني. هنا دخلك الخوف، عرفتي منين هزني في الطاكسي؟ قال لي اختي راه انا شيرتي ليا وراه مشيت ولقيت البلايص وانا رجع وهزيتك، اقسم لك بالله وربي شاد عليا. وهذا النهار ركابيه تيديروا ها ها تنتفافات، كي خويا وقف علي واحد السيد راه شنو شنو شنو. والمشكله حيت حنا في الطوبيس كنتي معروف، يعني واخا انا ما نعرفش الناس بزاف، وليني انت كيركبوا معاك اليوم وغدا حافظينك، لدرجه قال راه قلت لي السيد حتى كان غيكريسيني، وقال لي راه قال لي راه انت راه خدامه في الطوبيس وخلاني. قلت لي هذا من رضات الوالدين، قال لي على سلامتك، قال لي ربي بعثني ليك، درت وانا رجعت باش نهزك، ما نقولش لك قفقفه ما قدرتش نخدم ذاك النهار. يعني كان هذا هو السبب من موراها اللي خلاك تخرجي من الطوبيس؟ يعني ما تكريسيتش، ولكن من موراها بقيت ذاك الخوف، ذاك الخوف. والديا وبا الله يرحمه كان ديما يخرجني، ديما انا غاده وتابعني من مورايا باش يشوفوني واش ركبت، واش يعني كان واحد التخوف وما كيهناو حتى كيشوفوني ركبت، لدرجه صافي بقيت هكاك، بقيت هكاك كنشوف مهدده، مهدده بالخطر في اي لحظه. خرجتي من الطوبيس دخلتي لمجال اخر، كيفاش كتلقي الوضع ديالك دابا؟ الوضع ديالي تحسنات بواحد الطريقه ما نقولش لك، الحمد لله، هذا من فضل رضات الوالدين. يعني لقيت هذه الخدمه من تليفوني، نخرج نسافر، ما كنتش كنسافر، ما كنتش نخرج، ما كنتش نتعرض، ما كنتش حتى شي حاجه، دابا بتليفوني في دارنا نسافر نخرج نتعرض فين ما مشيت وبتليفوني، وانا خدامه ونصبح ناعسه، من نعس 4 الصباح ونصبح ديك 4 اللي انا كنت كنوض انا عاد كنعس، دابا حاليا
وما نفيق حتى 12 11 ونص، ما كاينش اللي يتحكم فيا، ما كاينش اللي يقول ليا حتى عندك. غنسولك سؤال جاوبني عليه، وشكل يعني بالزربه، رضا الله منين؟ رضا الله من الوالدين. مشاهدينا الكرام الله يحفظك يا ربي، شكرا لك، الله يسترك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا قصه للعبره، وهذا هو دور المراه المغربيه صراحه، اللي ما خفي كان اعظم. النساء ماشي غير المنزل فقط، كل انسانه، كل امراه مغربيه لها ظروف، لها وقائع، لها قصه. هذه القصه ديال حنان، الهدف الاسمى في الموضوع، وتحملت موقف صعيب بزاف، مشات لواحد المجال صعب، تخدم مراقبه في حافلات فيها اشكاليات كبرى، فيها مشادات، كما صرحت لنا، كما عطتنا مجموعه من الحقائق، ولكن الاصل انه تبحث عن رضا الله، ورضا الله من رضا الوالدين، كيبقى معاها مدى الحياه، سنين طوال ما تزوجاتش، ما دارتش وليدات، وفي الاخير مشات لواحد المجال اخر، اشتغلت فيه مهنه حره، وهي الحمد لله كما صرحت الوضع ديالها ممتاز. ما يهمنا في الموضوع هو ايصال مثل هذه الرسائل للناس والنساء بشكل خاص. يعني لا زلت اذا صح التعبير انت في الدنيا، لك طموح، لك رغبه، والله عز وجل قادر انه يغير ما هو احسن. القصه ديال حنان كما قلت لها في السؤال بشقين، الوضع المهني ديالها كيفرض على انها تكون عصاميه في قرارات، ولكن يبقى الشق الانساني هو الحنان اللي عطاها رب العالمين مع الوالدين، اللي هي احساسها كتعرف انه الى ما قامتش هي بهذا المجهود من بعد الله عز وجل، ما كاينش اللي غادي ينقذ الوالدين وخوتها. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.